وللحديث مشاهدينا أكثر عن القرار وأهميته ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. دكتور عمرو، بعد التحية، كيف ترى قرار الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا، 151 من المحبوسين احتياطيا، وذلك استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني؟ مبدئيا مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. ما تم اليوم من إصدار هذا القرار من سيادة النائب العام المستشار محمد شوقي يعكس بعدا تنفيذيا بما أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني من توصيات وقام برفعها لسيادة الرئيس، وكانت استجابة سيادة الرئيس في غاية السرعة، وذلك كان دعما لاستراتيجية الحوار الوطني القائمة على شفافية المشاركة وأن تطرح قضايا الوطن بشكل دستوري نتفق عليها جميعا حتى نصل إلى حلول. هذه الحلول وصلنا إليها اليوم أن تكون حلولا تنفيذية، بل وأن يكون واقعا ملموسا لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أصدرها وأعلنها سيادة الرئيس في سبتمبر 21. ها هو اليوم نخطو خطوة نحو جمهورية جديدة، جمهورية حقيقية تقوم على احترام كرامة المواطن المصري، لا تقوم فقط على أننا نجلس ونتبادل آراؤنا بلا تنفيذ. ما حدث اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الدولة المصرية، وخطوة نخطوها نحو جمهوريتنا الجديدة بشكل أمام العالم كله يمثل واقعا جديدا لدولة مصرية جديدة بحق. نعم دكتور عمرو، يعني فيما لا وصل بدور الحوار الوطني، التوصيات، المخرجات الخاصة بالحوار الوطني، كيف تراها، كيف تقيمها؟ أتحدث هنا عن ملفات عدة، ملفات سياسية، ملفات اقتصادية واجتماعية. الحوار الوطني تميز بالموضوعية الشديدة، وبدلا من أن كنا جميعا في جزر منعزلة لا نسمع بعضنا البعض، تقاربنا وتحدثنا حتى وصلنا اليوم إلى أننا نترجم ذلك في حلول اقتصادية. نقف عند قضايا الوطن بدلا من كان يتكلم بعيدا عن المجموع ضم على المجموع وأصبح الكل يسمعه. تبادلنا آراءنا في الحلول الاقتصادية، وجهت الحلول الاقتصادية إلى مكامنها وإلى نقاط ضعفها، ونرى سيادة الفريق كامل الوزير ونشيد بما يفعله في ملف الصناعة وهو ملف هام للاقتصاد. أيضا ما تم في حقوق الإنسان، ما تم في ملفات الزراعة، ما تم في ملفات الشباب، الملفات كثيرة. وكانت المدارسة والمشاركة وسماع الآراء تتميز بأنه لم يقمع رأي ولم يخفى رأي، حتى وإن كان فيه نبرة من المعارضة والنقد لما قد يقوله هذا أو ذاك في أحوال الدولة المصرية. كلام دقيق جدا، وأنا بشكل شخصي يعني أشهد على ذلك. دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أشكرك شكرا جزيلا.